جزاكم الله خيرا. إذا قلت لو ربنا شفى ولدي لا تصدق بمبلغ كذا وكذا، هل يعد هذا نذر؟ لا شك أن هذا من النذر. إذا قال لو شفى الله ولدي تصدقت بكذا، أو إن شفى الله ولدي تصدقت بكذا، فهذا نذر صريح يجب الوفاء به. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.